طيب ولكم باك يا شباب، رجعت لكم في الحلقه الثالثه من سيرفر وزير كرافت. وقبل ما نبدا بس عايز اقول لكم على حاجه، انا ممكن اعمل زي شروحات بناء بيوت وما الى ذلك، فلو عايزين السلسله دي في القناه يعني ممكن اعمل زي توتوريالز ازاي تبني بيت حلو كبير وكده. فايه لو عايزين اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله ابدا في السلسله على طول اول ما الاقي ان يعني اكتريت الناس عايزينها. سو نرجع لوزير كرافت. فاخر مره شفتوني المنطقه دي كانت بايظه قوي، فانا دلوقتي صلحتها واديتها شويه كده نظافه وسطحتها شويه عشان نستعد نبني الحاجات اللي عليها. وايه هنبدا نبني البيوت اللي زي دي دلوقتي عليها ونحط الطرق ونجهز اخر منطقه في المدينه. فدي تعتبر زي اخر منطقه في المدينه دي كلها عشان بعد كده احنا نخلص من الموضوع ده تماما ونبدا بقى ندور على منطقه لينا احنا نعيش فيها. انا بقى في المنطقه اللي انا عايش فيها طبعا هعمل حاجات كتير قوي، وهيبقى الستايل بتاعها مش ريفي كده، هيبقى ستايل مودرن كده بتاع مستقبل والات وبتاع وحاجات. المهم انا ابيض. اوكي شباب عندي اخبار وحشه، مستر فرخه هنا كان عمال يقول لي ان في حد في السيرفر مش عاجبه الجراس اللي في الريسبون وعايز يرجع للمايسيليوم. فانا بقول انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، ان ده مش هيحصل لان الجراس في السبون، جراس اللي بتبقى محطوط في جزيرة المايسيليان بيبقى لونه مختلف عن باقي الجراس. خليني اروح على السبون السريع اوريها لكم. عايز اقول ان اي حد في دماغه فكرة انه عايز يرجع المايسيليان للسبون هفكر. طيب خلينا نبتدي. بسم الله كده اهو نجيب الشلكرات بتاعتنا بتاعت البناء دي. طبعا الشلكرات بتاعتي بحتفظ بيها كل ادوات البناء بتاعت المدينة كلها. فيا يا شباب هخلص بناء وارجع اشوفكم تاني. باي. طيب الموضوع خد وقت طويل بس وخلصنا كده المنطقة الأخيرة في المدينة. خليني ألف عليها كده لفة سريعة أوريها لكم. بنيت البرج ده اللي هو في نسخته هناك تقريبا. أيوه هناك بنيته نسخة ده هنا أساس إن ده برج مراقبة وما إلى ذلك. وبنيت المزرعة الكبيرة دي أساس إن ده هيكون المكان الأساسي. أوكي الواحد مش عارف يتكلم. واحد شابه بالظبط هناك بالظبط وريته لكم في الفيديو اللي فات. فياب دي المنطقة الأخيرة، والمزرعة الكبيرة دي تعتبر زي المكان اللي الفيليجرز هياخدوا منه الأكل للمدينة كلها. فدي السنتر، فالفيليجرز هيزرعوا في المزرعة الكبيرة دي وهيدوا الأكل لباقي الفيليجرز والأكل هينتشر. وفي في كذا منطقة برضو عندي غير المنطقة دي، في كذا كذا فارم غير دي. طبعا دي بايظة خالص ومحتاجة مية وبتاع وقرف، بس هبقى اصلحها انا بعدين، يمكن الحلقة اللي بعديها يمكن الحلقة اللي بعدها والله ما عارف. بس ياب فا يعني كده احنا خلصنا المنطقة، خلصنا المدينة زي انتم شايفين على الخريطة كده زي الفل. خلصت المدينة كلها كاملة. فاكرين قلت لكم ان في حد في السيرفر مش عاجبه المايسيليوم، مش عاجبه الجراس قصدي، وعايز مايسيليوم وبتاع. يا انا عرفت ده مين، طلع مستر بيت. ومستر بيت جنبي بالظبط، فانا قررت ان انا عندي كميه بامبو هايله ما مش بستخدمها في اي حاجه، فليه لا اخليه هو يحظى بكميه ابديه من البامبو. هملى منطقته كلها بالبامبو عشان يتعلم يقول على الجراس تاني وحش. ابدا كده اهو، ادي اول واحده، ثاني واحده، ثالثه واحده، رابعه واحده، خمسه واحده، سته واحده. وادي اخر واحدة خلاص، خلصوا اللي معايا، مبقاش معايا تاني. ها
انا اشوف بقى المنظر كده من فوق. يا نهار ابيض. الله، والله بجد حلوة، والله بجد حلوة. فكر في دي، في الجزيرة دي، على أساس إن هنا المنطقة الصناعية بتاعتي، فأنا بفكر إن أقعد جنبيها هنا بالظبط عشان أبقى جنب المنطقة الصناعية، منين ما كنت عايز أروح لها أروح لها. فخلينا نروح لهناك كده على السريع ونشوف الوضع. في المدينة هيتوه، مش هيعرفوا هما يقعدوا فين ولا فين البيوت ولا فين أصلا، معرفش هما، بس إيه هيحاولوا يتأقلموا معانا. نفعت نفعت، ما نفعتش هقتلهم كلهم طبعا، عادي مش مشاكل في الكلام ده. أوكي، زي انتم شايفين دي المنطقة، جزيرة صحراء، حاسسها حلوة ومناسبة كمان. شايف حاجات كتير ممكن أعملها هنا، بس حاسسها صغيرة شوية. هو دايما نقدر نوسع، بس التوسيع مش بالسهولة دي. عشان نوسع ما اظنش انها تبقى بالسهولة دي نوسع. خلينا برضه نلقي نظرة كده. لو على ما اظن هي دي، لون الجراس مش عاجبني خالص خالص، بس هنعمل ايه؟ ايه ده؟ اوكي، ماسونية. هنعمل ايه بقى؟ هي دي المنطقة الوحيدة الحلوة تقريبا، يعني هي جنب جنب المنطقة بتاعتي بالظبط، جنب المنطقة الصناعية بتاعتي بالظبط. خلينا نروح لها نشوف المنطقة الصناعية اخبارها ايه. ويب اسبوع كامل شغالين على السيرفر انا وعلوش وسايركس، فخلينا نروح على السبون اوريكم الحاجات الجديدة اللي حصلت هناك. اوكي، وصلنا للسبون. طيب يا شباب، اولا احنا ضفنا زي شجر كده حوالين المنطقة عشان نخليه احلى، و كمان ضفنا كام حاجه كده في المحلات السبون. فانا كان محلي هنا بتاع الالترا والاسمه ده وكل حاجات الاند، فانا قفلت ده لان شكله كان الصراحه يعني بدائي قوي، كنت عامله في اول ايام السيرفر. ورحت فتحت محل غيره جنب العمراني ستاف، وعملت زي ابجريد للعمراني ستاف عشان مستر بيت كان عايز مدخل هوائي، فعملت له المدخل الهوائي بتاعه للمكان بتاعه. كمان لاحظت ان اللون الابيض بتاع كلمة ستور تلائم مع المدخل الهوائي، فالموضوع بقى مريب شوية. فلو تعرفوا توي ستور اللوجو بتاعهم بالالوان الرينبو دي، فانا قلت طالما انا يعني فتح زي ستور ليه ما اضيفش الحاجة الصغيرة دي. ضفت الحاجة الصغيرة دي، ضفت كمان كده كام تفصيل حلوة هنا، وبدأت أبني في محل الإند الجديد بتاعي. فده المحل الإند الجديد بتاعي. طبعا التصميم أحسن بكتير جدا من الإلترا، بس اللي كانت هناك ببيع بقى المرة دي، ببيع البلوكات دي والبلوكات دي والإند ستون طبعا محدش اشترى، والإلترا ببيع 10 بوكس طبعا ببيعهم. فيا ببيع كل الحاجات دي، ودي كانت دي كانت أول حاجة أنا عملتها. تاني حاجة أنا فتحت محل الجولدن كاروس ده، ده طبعا مش متأكد، أنا نسيت الصراحة كنت تتهربوا في الحلقة اللي فاتت ولا لا، بس يلا نعدي نروح بقى للحاجة الأهم. طيب خلينا أشرح لكم كده على السريع. ده إحنا سميناه الإيفنت هاب. سو إحنا في كل فترة أنتوا عارفين بنعمل زي إيفنت وزي تحديات وتشالنجز وبتاع، واللي بيكسب في ناس مسجلة كمان، تمام. برسم مربع. اوكي، فاحنا بنينا المنطقه دي اللي هي الايفنت هاب، لان هيبقى في تحديات بتحصل هنا والغاز تكتشفها هنا، وغير كده برضو بتسجل اسمك من الناحيه دي عشان تدخل في الايفنت الجاي ان شاء الله. ف احنا سميناها ويزر وورز، بس طبعا هي ايفنت وورز عشان ما اوكي. فعندنا هنا الناس اللي ساعدوا في البناء، انا طبعا انا اللي باني، وعلوش كان معايا كان عامل ديكور، وسايريس كان بيساعدنا في البناء والديكور. فانا بجد بشكرهم هم كلهم مساعدوني على البناء المشروع ده. ف اشرح لكم تاني. خلاص عاد، خلاص نكون خلصنا الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا، ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.